أنا بقول الغدر، مقصودش غدر البشر، أقصد غدر الدنيا. وغدر الدنيا شامل الوجع والألم والندم والظهر اللي انكسر. آسف أنا غلطت، الدنيا لا هي جماد ولا روح، الدنيا ساكنها بشر. فالغدر ناتج منهم من قلوب مليانة غيرة وحسد، ظلموا نفسهم بإيدهم وداسوا على غيرهم من أجل الدنيا وشهواتها. ده كل الحاجات دي قيمتها ما تسواش الحجر. يا بشر يا بشر فوقوا، كلها أيام وهنسافر كلنا. أصل الدنيا مش دايمة ولا انتوا هتدمولها، أصل القيامة قايمة فلازم نحضر لها، نحضر لها أعمالنا. أصل الحقيقة في الموضوع ده كله الموت والنار والجنة. شوف انت بقى واختار، يا الجنة يا النار. النار طريقها سهل والجنة طريقها أسهل، خطوات ربنا قالها ونبينا محمد أكدها. تتبعها تنالها، أولها الشهادة والصلاة والصوم، وبإذن الله هتكون من سكانها. وفيها هتسمع القرآن بصوت أول من دخلها. صلي على صاحب أعظم أمة صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني الموضوع، يا ابن آدم الغدر بالغير مش مكسب، ده أكبر خسارة. ثقة الناس فيك مهمة زي ما العمود مهم العمارة. الغدر بالغير ندمه كبير، ده الغدر قلة حيلة مش شطارة. الغدر صفة من صفات إبليس الملعون المرجوم بالحجارة. ليه تكون صاحبه؟ وليه تسمح له؟ ليه تشاركه دنيته وآخرته؟ بس اسمع مني، اسمع مني، آخرته حسرة وندامة، آخرته النار يوم القيامة خالدين فيها لا محالة. يا ابن آدم الغدر صفة من صفات بني إسرائيل، خانوا العهد مع رسول الله وغدروا بالمسلمين. ولما نقول إسرائيل نتذكر أراضينا المحتلة في فلسطين وأطفال غزة، منهم من مات على أيديهم ومنهم من عاش من المصابين. الغدر أنواعه كتير، من غدر الأحبة والغدر بالوطن والأهل والنفس. ده الغدر ده موضوع طويل، وعلى قد طوله هيكون عقابه كله بأمر أرحم الراحمين. فالغدر اتصف به أشر خلق الأرض، فهو من أعظم الكبائر الذي تغضب الرب. يا ابن آدم يا ابن آدم ارجع وعود، وافتح كتاب ربنا وأؤمن باليوم الموعود، واتعظ وتوب عن المعاصي والذنوب، وقول يا رب سامحني، يا رب سامحني، أنا تعبان ونفسي أتوب، ضمني إليك وارشدني للطريق المظبوط. هسألك سؤال وتجاوبني، ليه بتكذب؟ ليه بتخون؟ ليه بتغدر مش بتصون؟ ليه بتنصر عدوك عليك؟ ما هو يا إما أنت ضعيف يا مجنون، عدوك هنا هو الشيطان الملعون. ضعفك هنا مش ضعف جسماني، ضعفك هنا ضعف إيماني. بعدت عن ربك كتير ونسيت دينك، نسيت ان في حساب، ونسيت ان في اهل عايزينك، ونسيت ان الدنيا كما تدين تدان، وزي ما بتغدر بغيرك هتلقى اللي يغدر بيك. هتقف لوحدك وتبص حواليك وتسأل فين اهلي، فين اصحابي، انا لوحدي. وقتها بس هتحس بالندم لمجرد انك ما انتش لاقي شخص واحد له تحكي. فتفتكر ربنا وتدعي وتقول يا رب سامحني، انا بقيت في الدنيا لوحدي، خايف اقابلك ما تكونش راضي عني. اخر كلمة هقولها لك، الدنيا فانية مش دايما ليا ولا دايما لك. في غفلة ممكن تموت في سكوت، اعمالك الحلوة والوحشة عليك هتفوت، ومش هيبقى لك في الدنيا والآخرة غير أعمالك. فلو كنت من أهل الشر محدش بالرحمة هيدعي لك ولا حتى عيالك.
ومش هتلقى اللي يشفع لك في الدنيا ولا يترحم عليك. ده الشر انت زرعته بايديك في اهل بيتك، وبقت سلسلة ممتدة لأحفادك.